اللاعب المصري مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك السابق واللي بيلعب حاليا في نادي نانت الفرنسي بعد اعارته من نادي جلطة سراي التركي كان النادي بتاعه عايز يلبس تيشيرت بيدعم فيه المثليين، الا ان مصطفى رفض الكلام ده، قال انا واحد عقدتي وديني ما بتسمحش بحاجه زي كده، فانا مش مضطر ان انا البس تيشيرت بيدعم المثليين. أكد نادي نانت في بيان رسمي بأن مصطفى محمد رفض المشاركة في لقاء ضد نادي تولز لأسباب شخصية في الوقت الذي يقاتل فيه الفريق للبقاء في دوري الدرجة الأولى، ولذلك قررت الإدارة معاقبة مصطفى محمد بتوقيع غرامة مالية عليه. ومش بس كده، ده جه كمان في بيان للنادي نادي نانت الفرنسي إلى أن النادي هيتبرع بالأموال اللي هياخدها من الغرامة اللي المفروض مصطفى محمد هيدفعها لإحدى المؤسسات اللي بتدعم المثلية الجنسية. وقال قائد فريق نادي نانت سامويل موتوسامي بيقول أن نحن نتفهم قرار مصطفى محمد ولا توجد مشكلة لدينا، لكل فرد خياراته، إنه أخانا وصديقنا ونحن ندعمه، وكان الأمر معقدا بالنسبة له وخيار صعب بالنسبة له ولعائلته والمقربين، فنحن ندعمه في كل الأحوال. ده تصريحات رئيس النادي. الموقف بقى انتشر أكتر، واللي عمله مصطفى محمد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والموقف ده خد ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وضجت بالتفاعل مع موقف مصطفى محمد، وهنستعرض جزء منها والبداية مع هاني عبد الفتاح اللي قال واللي شايف إن العيب في فرنسا. قال لك أقدر بلد في الكون هي فرنسا، وعدائها للإسلام واضح ليس في كرة القدم فقط ولكن في جميع المجالات. محمد الخطيب أشاد بموقف اللاعب مصطفى محمد وقال أو بيقول له لسه الأماني ممكنة وكل الدعم يا درش. هشام أحمد كتب وقال له بعد كده أو كتب وقال بعد كده أي لاعب يحترف بره يكتب في العقد بتاعه إنه غير ملزم بالترويج لما هو مخالف للعقيدة اللي هو بيتبعها. عدنان قال سيبهم يا درش وشوف لك نادي في انجلترا او اسبانيا وكل الدعم ليك يا بطل. اخر تعليق من بدر رمضان اللي كتب طب ازاي حضرتك بتدي او بتنادي بالحريه واللاعب المفروض ان هو ليه الحريه يلعب او ما يلعبش، وما اظنش ان ده حصل لان مش مكتوب في عقده ان لازم يلعب ولا النادي لازم يفرض رايه ولا النادي لازم يفرض رايه. والمهم الحمد لله ان العقوبه ماديه بس، ومصطفى كبر في عين كل عربي ومسلم. زي ما انتوا شفتوا تعليقات الناس على موقف مصطفى محمد ومحافظته على قيمه ودينه واخلاقه ورفضه لحاجه زي دي، طبعا خلت كل مواقع التواصل الاجتماعي تدعم مصطفى محمد في موقفه وانه ما باعش مبادئه وقيمه واخلاقه قصاد فلوس او شهره او غيره.